كمان يلا كورة قالت إن موسيماني المدير الفني لفريق سان داونز الجنوب أفريقي قال إن هو بيحترم وبشندا مارتين لاسارتي المدير الفني لفريق النادي الأهلي وأكد إن هو مدرب كبير. وقال كمان موسيماني من خلال تصريحات نشرتها صحيفة كيك أوف إنه عارف كويس قوي اللي حاسس بيه المدرب في موقف زي الموقف اللي تعرض ليه، وأكد كمان إن هو بيحترم مدرب النادي الأهلي وقال إن هو لو حط السيرة الذاتية بتاعته قدام السيرة الذاتية الخاصة بمارتين لاسارتي فلازم ان هو يخفي السيره الذاتيه بتاعته. طبعا بيتكلم عن ان السيره الذاتيه لمارتين لاسارتي اقوى بكثير، وقال ان هو بيحترمه بشده وبيحترم النادي الاهلي واللي حصل في مباريات ذهاب حدث قبل كده مع انديه زي ارسنال وزي ريال مدريد.